أول شيء ملحم بركات هو يعني هو مدرسة الفن. وملحم بركات هو قدوة لأننا نحن كفنانين مبتدئين، يعني نحن تعلمنا منه الفن بشتى أنواعه. أنا لي الفخر أن أشارك بتكريم الموسيقار وأشكر كل من قام بهذا الحفل لتكريم الموسيقار. مسرح اسطنبولي سيد قاسم اسطنبولي، وعلى جمعتنا الحلوه اللي جمعنا اليوم بالجمهور الكريم، وكان عن جد احتفال رائع ومميز بالحضور المميز، وان شاء الله دائما هيك يكون عم يعمل اعمال ناجحه وبالطليعه زي عادته، تعودنا عليه يبدع. ما في ورد بيطلب مي لو كان فخر كبير لإلي إني شارك بهيك حفلة وصول بجنون تكريم لملحم بركات. بشكر اول شيء كل اللي اهتموا واللي قاموا بالعمل هيدا، وبتمنى كل انسان يكون فنان مثل ملحم بركات يتكرم.